أنا مواهب وخصوصا في مجال الفن وبالتحديد كمان في مجال الغنى والطرب، ودايما كمان عندنا في إن بوكس بنحاول يكون معانا مواهب شابة وأصوات حلوة ونسلط الضوء عليها كده لأنهم فعلا يستحقوا إن هم يظهروا. النهارده بقى منورنا في الاستوديو هو مطرب شاب ويمكن كمان عمل ألبوم ليه من فترة قريبة وليه كمان أغاني تصدرت التوب 10 على واحدة من أشهر منصات المزيكا في العالم العربي كله. منورنا النهارده في الاستوديو المطرب شريف عبد المجيد، هو كمان عازف جيتار. هنسمع اغاني حلوه وهنسمع صوت حلو، كمان هنسمع عزفه حلو. ازيك يا شريف؟ ازيك؟ منورنا. بنورك. اخبارك يا شريف؟ اخبارك كله كويس؟ كله تمام. منورنا جدا والله. بنورك. شكرا قوي، مبسوط ان انا معاكم النهارده. ده شرف لينا. شكرا. طيب قول لنا، يعني الحدوته بدات من امتى؟ عملت ايه كده يعني اول ما قلت يلا غنى؟ البدايه كانت منين؟ يعني هي البدايه من ايام الجامعه، يعني انت عارف بنلعب مزيكا على طول، يعني على طول المزيكا موجوده. والبدايه بقى اكتر من وانا صغير، السماع على طول، المزيكا في كل حته، يعني في البيت، في بروح اخرج مش عارف ايه، يعني المزيكا حوالينا على طول. فمن هنا جت حته ان انا يعني ايه ده انا بعرف اكتب حاجه، طب ما اجرب اللي انا اكتبه ده اغنيه، طب ما اجرب مثلا اجيب اشتري جيتار صغير كده واقعد اجرب. يعني البدايه كانت كتابه؟ البدايه كانت كتابه. شعر وكلمات واغاني وكده ولا؟ شعر وحاجات كده، يعني ما كانتش ليها صوره مكتمله، بس اللي هو بتكتب حاجه كده، خواطر، افكار، مش عارف ايه، بتكتب حاجات بسيطه كده، وبعدين في الاخر اكتشفت ان هي دي ممكن تتغنى، دي ينفع يطلع منها اغنيه. اوكي. انت درست اصلا حاجه ليها علاقه بالمزيكا؟ دراستي اصلا كانت هندسه صوت وتوزيع. أوكي. يعني كانت من الناحيه الثانيه خالص، اللي هو الايه الاندستري بتاع المزيكا. حلو. بالظبط، ما كنتش انا الارتست او انا البرفورمر او انا اللي بغني او انا اللي بعمل بس كده. اعتقد ده برضو بيفرق، حتى لو يعني مش التخصص ان انت بتدرس غنى او اله او كده، بس فكره ان انا ابقى فاهم حتى الباك جراوند بتاع المزيكا. أكيد. الحاجات دي كلها اعتقد انها بتفرق. الجيتار بقى جه الاول ولا الغنى؟ لا، الجيتار بقى جه الاول قبل الغنى، يعني بدات العب مزيكا الاول وبعدين اكتشفت ان انا ايه ده، طب ما انا ممكن اغني الحاجه اللي انا بكتبها دي. بالظبط بالظبط، اوصل الحاجه اللي انا عايز اوصلها، مثلا فكره في دماغي حابب ان انا اطلعها، فايه ده انا بعرف اكتب مثلا كام سطر كده، طب ما تيجي نقولهم. فبدات العمليه من هنا. حلو جدا. بقى نبدا بقى العمليه من هنا. يلا نسمع الناس ونتبسط معاك. يلا نبدا بقى ايه من الاخر للاول. يعني اول اغنيه عملتها كان اسمها وسط الزحام، يعني تمام. اول اغنيه اتعرفت يعني ان شاء الله. فيلا بينا نسمعها مع بعض ونسمعها للناس.